فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للتشهد الأول، هل يقرأ مع التشهد هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف عند الشافعية، نعم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.